أصغر رئيس ديكتاتوري قد يتسبب في نهاية العالم. كيم جونغ أون 33 عاماً أصبح رئيساً لكوريا الشمالية خلفاً لأبيه الراحل، رغم وجود أخوين يكبرانه، إلا أنه كان الابن المفضل لأبيه بسبب طباعه القاسية. توصف قراراته بالغريبة والمتهورة والبعيدة عن المنطق، فقد أعدم وزير دفاعه بسبب نومه خلال عرض عسكري في حضوره. أعدم عمه أيضاً لرميه للكلاب الجائعة. وعلى الرغم من اهتمامه ببرنامجه النووي، إلا أن شعبه يعاني من الجهل والفقر. مشهور بتهديداته المتكررة لجارته كوريا الجنوبية واليابان ولأمريكا تحديداً. آخر تهديداته إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان وتهديده بضرب العمق الأمريكي. فهل سيقود العالم إلى حرب عالمية في يوم ما؟